ستيفيو. هلا والله حياكم الله جميعا. طيب استيفانيا، مين هي استيفانيا؟ لازم نشوف مين هي استيفانيا. تعالوا نشوف استيفانيا. طيب هذه هي النبتة اللي اسمها استيفانيا. سبحان الله هي تطلع من زي ما احنا شايفين هنا، احنا نسميها بصيلة او في ناس يسموها درنة، فهي من الدرنة، تطلع من النباتات تقريبا اللي هي موجودة نادرة في العالم، انا ما قد شفتها، ونادرة كذلك عندنا في السوق المحلي. فهذا اليوم عليها حيكون هي عندنا واحدة فقط، سعرها 350 ريال. هي طبعا تعتبر من النباتات المتسلقة زي ما احنا شايفينها، ما شاء الله تبارك الله عليها. قد يكون ظالمها بعض الشيء التصوير، ولكن هذه هي استيفانيا. هل انتهينا من هذه النباتات اللي هي القزميات الجميلة استيفانيا؟ لا، هذه ما شاء الله تبارك الله نشوفها ما زالت في حوض. هذا شكلها، هذا حجم أوراقها، ما شاء الله تبارك الله. صدق أو لا تصدق، في الليل هذه النبتة الجميلة تغلق أوراقها، خلاص ما عاد تستقبل الضوء في الليل. في النهار ما شاء الله تبارك الله تفتح أوراقها بهذه الشكل. هي حجمها ما شاء الله تبارك الله مو صغير، ولكن دائما التصوير يكون صعب معنا. هي كذلك عندنا هذه واحدة معروضة اليوم إن شاء الله للبيع. شكلها بصراحة تحفة. الذين يبحثون عن التحف، يبحث عن نوادر، حياك الله، فهي معروضة اليوم عندنا.